السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نخصصها اليوم عن المباراة النهائية لمنتخبنا الوطني على التي إذا انتصر فيها سيتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخ كرة القدم اليمنية. ستة أيام فقط تفصلنا عن الاحتفاء بفرحة التأهل الكبير للمنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا. يوم 27 من مارس الجاري سيكون فاصلاً بمباراة المنتخب الوطني مع نظيره النيبالي على استاد سحيم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة في نهائي الجولة السادسة لتصفيات الدور الثاني لقارة آسيا. وبتفاؤل كبير أطلق ناشطون يمنيون في الداخل والخارج حملة مناصرة للمنتخب الوطني في العديد من منصات التواصل الاجتماعي، وأطلقوا لأجل ذلك هاشتاغات عديدة لعل أكثرها انتشارا: آسيا تنادي يا يماني، وقادمون يا آسيا. فوز أو تعادل هو ما يحتاجه منتخبنا الوطني لكرة القدم للوصول لأول مرة في تاريخ الجمهورية اليمنية، وليكون ضمن أقوى وأفضل 24 منتخبا في القارة الصفراء يخوضون منافسات كأس آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات. في حلقة اليوم من بين قوسين نسلط الضوء على الاستعدادات الأخيرة للمباراة الفاصلة وكذا الدعم الرسمي لمسيرة المنتخب الوطني. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. سيكون معنا عبر السكايب من الدوحة الصحفي بشير سنان رئيس تحرير موقع الرياضي نت، وسيكون معنا أيضا أمين عام الاتحاد اليمني لكرة القدم الدكتور حميد شيباني، وكذلك سيكون معنا الكابتن عبد السلام الغرباني مدير المنتخب الوطني، وسيكون معنا أيضا وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة إذن مع الأستاذ بشير سنان. مرحبا بك أستاذ بشير. مرحبا أخي بشير، وتحية لك ولجميع المتابعين الكرام متابعين قناة بلقيس الفضائية. في البداية اسمح لي أن أتوجه لكم بالشكر الجزيل لاهتمام القناة بالمباراة الهامة لمنتخبنا الوطني، الاستحقاق الأهم في تاريخ الرياضة اليمنية. شيء جميل أن تبادر قناة بلقيس لتسليط الضوء على هذه المباراة ومن خلال هذه الحلقة المميزة إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ بشير، في البداية كيف تتابع استعدادات منتخبنا الوطني لهذه المباراة المفصلية بالنسبة لليمن بشكل عام؟ لأول مرة كما تحدث ستكون هي أول مرة للمنتخب اليمني أن يشارك في بطولة آسيا، تفضل. والله شوف، بالنسبة لاستعدادات المنتخب الوطني، هو المفترض أن المباراة كانت أول، الصعود كان محسوم من قبل، لكن نظرا للظروف الحالية التي تمر بها بلادنا منذ 3 سنوات ربما أثرت تأثير كبير على استعدادات المنتخب. وإلا لو نظرنا لنتائج المنتخب في خليج 22 مثلا في السعودية، المنتخب الوطني أصبح يقارع كبار المنتخبات، منتخبات الخليج، بينما المجموعة لا تضم منتخبات، مع كل الاحترام والتقدير، منتخبات بسيطة، لكن شاءت الظروف أن نشارك في هذه الأوضاع. وبالتالي الاستعدادات، أعتقد أن استعدادات جيدة في اعتقادي أن المباراة بإذن الله محسومة لشبابنا ولاعبينا، وهي فرصة أن نتوجه بالشكر لقيادة الاتحاد اليمني العام لكرة القدم الذين على جهودهم في تنظيم استعدادات المنتخب رغم كل الظروف. أنا أعرف تمام المعرفة بأن الظروف السوداء تحيط باستعدادات المنتخب من كل اتجاه لولا الجهود التي تقوم بها إدارة المنتخب. نعم، من خلال اطلاعك وقربك من اللاعبين أستاذ بشير ومتابعتك لأوضاعهم، مقدار يعني الحماس، مقدار الجاهزية للاعبين بأنهم إن شاء الله سيحققون الفوز ويصلون إلى آسيا؟ أنا أحب أن أطمن جماهير الكرة اليمنية بأن لاعبينا ما شاء الله في معنويات عالية، استعدادتهم كبيرة، طموحهم كبير، هدفهم إن شاء الله إسعاد أكثر من 25 مليون يمني. مثل ما قلت لك إن الاتحاد اليمني لكرة القدم جند كل شيء لهذه المباراة، أعد استعداد كبير. أنا اطلع قريب هنا عن استعدادات المنتخب، عن التمارين اليومية، عن اللاعبين، عن مشاكل اللاعبين، أشياء كثيرة إن شاء الله بإذن الله نتفائل ونترك أي مساحة للانتقاد أو مساحة للملاحظات، نتركها بعد المباراة إلى بعد الفرح إن شاء الله.
لنفرح جميعا إن شاء الله. نعم، إذا أستاذ بشير ابقى معي ونشرك معنا في الحديث أمين عام الاتحاد اليمني لكرة القدم الدكتور حميد شيباني. مرحبا بك دكتور حميد. أهلا وسهلا، مساء الخير لكم المشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور. مقدار جاهزيتكم وثقتكم هذه المرة إن شاء الله بأنكم ستصلون إلى آسيا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا الحمد لله انه خلال سنتين من العمل والمشاركة بهذا المنتخب ومن خلال خبرتنا الطويلة، هذا أول منتخب لم يهزم ولا في مباراة في هذه التصفيات، كل مباراته كانت عبارة عن فوز تعادل، وحقق 6 نقاط ما حصلناش من قبل لأي منتخب، وثقتنا كبيرة فإنه سنواصل المسيرة ونتغلب على النيبال إن شاء الله. النيبال طبعا مباراة مستهلة، مباراة قوية، النيبال فريق جاهز، اليوم يلعب في الأردن مع منتخب الأردن، لكن أيضا نحن جاهزين بشبابنا، ونحن كاتحاد وقيادة الاتحاد والشيخ حمد العيسي حرصنا أن نوفر كل شيء ونحل مشاكل اللاعبين أول بأول، وكان أيضا عامل احتراف اللاعبين في الأندية القطرية انتصار كبير ورفع من معنويات اللاعبين وأيضا إمكانياتهم الفنية كثير جدا. نعم، طيب دكتور حميد، لا شك أن المباراة هي مهمة والنيبال أكيد يعني يستعد لها، وكان هناك معسكر أعتقد في الإمارات وأيضا له مباراة ودية كثيرة، ويعني تجاوزه يعني الكثير يقول هو منتخب عادي، لكن أنت الآن ربما عكس صورة أخرى بأنه يعني ربما تكون المباراة صعبة بالنسبة لمنتخبنا. حبيبي شوف، كرة القدم ما فيش حاجة، أول حاجة فريق صغير وفريق كبير، ثانيا الناس يتكلموا على النيبال قبل 20 سنة. نعم. اليوم احنا ب 2018، النيبال عدوا أخذ آخر بطولة في جنوب آسيا، وأنا بنفسي قدمت لهم الدرع نيابة عن الاتحاد الآسيوي. لكن احنا ثقتنا برجالنا كبيرة، وإن شاء الله نفوز ونفرح الجماهير ونعدهم بالفوز إن شاء الله. نعم. ونتأهل للتصفيات بإنجاز تاريخي في هذا الظرف الصعب اللي تخلى الكل عننا. لم يبقى معنا الا حماس روح اللاعبين، تشجيعكم انتم الاعلاميين تلعبوا دور كبير والجماهير الرياضيه. نعم، طيب دكتور حميد ابقى معي، اسمح لي ان نشرك معنا في الحديث وزير الشباب والرياضه معالي الوزير الاستاذ نايف البكري. مساء الخير. يا مساء النور، حياكم الله. اهلا بك معالي الوزير. في البدايه انتم شكرا لكم على هذا الجهد وعلى هذا البرنامج الرائع. مرحبا بك معالي الوزير، كيف تتابعون انتم في الوزاره استعدادات ودعم منتخبنا الوطني في هذه المباراة الحاسمة والهامة بالنسبة لتاريخ كرة القدم اليمنية؟ بإذن الله عز وجل نحن نتشوق إلى هذا اليوم كما يتشوق إليه جميع أبناء اليمن، هذا الحلم الكبير الذي طال انتظاره لأكثر من 40 عام، والذي نحن على ثقة بأن شباب اليمن وهذا المنتخب الكبير بإذن الله عز وجل سيقدمون لوحة كبيرة، هذه اللوحة تكمن إن شاء الله في الفوز والتأهل إلى نهاية تصفيات كأس آسيا. 40 عام انتظر اليمنيون هذا الحلم الكبير، والذي سيكون الجمهور اليمني في مختلف بقاع الأرض على موعد مع هذه المباراة، مع هذا المشهد الذي إن شاء الله سيتحقق ويتوج بالنصر. ووزارة الشباب والرياضة وهي تتابع باهتمام استعدادات المنتخب منذ الوهلة الأولى، وليس المنتخب الأول فقط، ولكن كانت وزارة الشباب والرياضة، والذي نؤمن بأن المنتخبات الوطنية أيضا هي الواجهة أيضا الأخرى، الواجهة التي أيضا تحفز الجمهور وتحفز أيضا أبناء اليمن في ظل هذه الظروف الصعبة، بأنهم أيضا يعيدون البسمة إلى وجوه وشفاء أبناء اليمن. نعم. فهذه المنتخبات الثلاثة التي استطاعت أن يتأهل المنتخب الناشئين وأيضا منتخب الشباب كان يعني في المربع الأخير وفي المباراة الأخيرة، وأيضا منتخب الأول إن شاء الله بإذن الله عز وجل نحن على ثقة من خلال تواصلنا مع الأخوة في الجهاز الفني أو اتحاد كرة القدم الذي يولي اهتمام ومتابعة كبيرة جدا بقيادة الشيخ أحمد صالح العيسي وأخوانه. وأيضا نشكر الأخ حميد وشيباني والأخوة حسن باشنفر وقيادات الاتحاد كرة القدم على هذه الإنجازات. نحن في وزارة الشباب والرياضة منذ الوهلة الأولى دعمنا ولازلنا ندعم هذه المنتخبات. نعم. وهذا الاستعداد، ووجهنا أيضا بتخصيص أيضا مبالغ وأيضا متابعة للفريق، وهناك إن شاء الله خلال الأيام القادمة بإذن الله عز وجل سيكون هناك دعم أكبر لقطاع وموازنة خاصة باتحاد كرة القدم. نعم. وإن شاء الله سيكون هذا التتويج وهذا التأهل يعيد للناس ويسعد أبناء اليمن. وأنا أعتقد بأن الشباب الذين يسمعوني اليوم أعضاء منتخب كرة القدم اليمني بإذن الله عز وجل سيضعون بصمة تاريخية
تكون لهم في في السنوات القادمة، بأن هؤلاء هم من استطاعوا خلال 2018 أن يعيدوا البسمة على شفاه وجيه كل أبناء اليمن. نعم معالي الوزير، لا شك أن المباراة هي هامة بالنسبة لمنتخبنا الوطني وبالنسبة لليمنيين بشكل عام، مقدار دعمكم وأيضا مساندتكم لحضور جماهيري يساند المنتخب في هذه المباراة؟ نحن على تواصل مع الإخوان في الجالية في الدوحة، وأيضا تواصلنا مع الإخوان في اتحاد كرة القدم، وأيضا تواصلنا مع أعضاء البعثة، دائما نتواصل مع الإخوان رئيس الجهاز الفني والإداري والأخوة في الاتحاد حول الاستعداد، وندعو جماهير أبناء اليمن إلى المؤازرة سواء كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر المشاهدة، عبر الحضور أيضا في الدوحة لمشاهدة هذه المباراة والمؤازرة المنتخب اليمني الذي إن شاء الله ستكون بطاقة التأهل من نصيبه. نعم سؤال أخير معالي الوزير، بالنسبة أيضا للاعبين، هل لكم تواصل مباشر للإطلاع على تفاصيل حياة اللاعبين؟ كما تعلم هناك ظروف صعبة تمر بالبلد بشكل عام، لكن اللاعبين بهذا الظرف يعني محتاجون منكم لمسة مباشرة يعني تلمس احتياجاتهم، لمساندتهم، لدعمهم حتى يكون الأداء بالشكل المطلوب ويتأهلون إن شاء الله إلى بطولة آسيا. هذا واجبنا وفي نطاق مسؤولية وزارة الشباب والرياضة وأيضا الأخوان في اتحاد كرة القدم، وشاهد أبناء اليمن أننا كنا مع منتخب الناشئين متواجدين في المملكة العربية السعودية وحضرنا المباريات وكنا جنبا إلى جنب مع أعضاء الفريق مع كل لاعب نتلمس ونجلس، أيضا كانت هناك أيضا مشاركات من المغتربين وكان من اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ أحمد، وأيضا متواجدين أيضا مع المنتخب الأول، تواجدنا أيضا في المباريات في الكويت في الخليجي وجلسنا مع اللاعبين ومع الجهاز الفني والإداري، وأيضا المتواجدين أيضا في المعسكر لا زال هناك أمين عام اتحاد كرة القدم أيضا يحضر ويشاهد ويتابع ويتفقد المنتخب ويتفقد أيضا أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين الذين أيضا لا بد أن نكون أيضا متواجدين معهم ونتلمس همومهم، وأيضا منتخب الشباب الذي آزرناه والذي كان أيضا الحكومة وكان فخامة الأخ الرئيس الجمهورية أيضا في كل هذه المناسبات حاضر وداعم واستقبل أيضا المنتخبات، وأيضا الأخ رئيس مجلس الوزراء الأستاذ أحمد بن دقر واستقبلهم، وأيضا تم تكريم هذه المنتخبات، وفي مارب الخير من قبل الأخ محافظ محافظة مارب سلطان العرادة، وكان هذه المنتخبات أيضا أينما حلت وأينما رحلت كانت أيضا السلطات المحلية ووزارة الشباب والرياضة والحكومة وأيضا رئاسة الجمهورية واتحاد كرة القدم، وإن كان الظروف التي أنا أقولها بكل أمانة بكل صدق التي مرت أيضا على المنتخبات من صعوبات من أيضا أن ما كان يعتمد عليه من موازنة خاصة بصندوق النشوء والشباب أو غيرها تم استخدامها للأسف الشديد من قبل هذه الميليشيات ومن قبل هذه الجماعات للعمل العسكري، ولكن نحن من خلال ما استطعنا اليوم أن نعمل في إطار صندوق النشئ سندعم هذه المنتخبات، وخصصنا أيضا للأخوان في اتحاد كرة القدم مبلغ 60 مليون أيضا ريال مبدئيا تدعم فيها الاتحاد كرة القدم إن شاء الله، ونحن والاتحاد وكل الاتحادات إن شاء الله هناك خارطة أيضا لدعم هؤلاء الشباب الذين يمثلوا اليمن الذين سيكونون على موعد بعد 4 أيام، لكن أيضا هناك توجيهات أخرى بإذن الله عز وجل ستكون في الأيام القريبة القادمة والتي طلبناها أيضا من الأخوة في اتحاد كرة القدم، وهي توظيف اللاعبين الذين ليس لهم أي وظائف في الدولة، إيجاد لهم وظائف يستطيعوا من خلالها أن تدعمهم أيضا في حياتهم، وأيضا إن شاء الله سيكون هناك في المقبل القريب إن شاء الله سنعمل على تطوير أيضا الاحتراف وأيضا اللاعبين وأيضا عملهم أيضا في هذه المناسبة من خلال أيضا قناتكم الكريمة. هل تسمعني؟ نعم أسمعك معالي الوزير، أسمعك. أهني أبناء اليمن اليوم بفوز شباب اليمن، وأهني نادي الهلال اليمني الساحلي على هذا التتويج اليوم الذي توج أبناء اليمن بذهبية في البطولة العربية للجودو، محمد خسروف وأيضا اللاعب أحمد المزروعي وأيضا نسيم وأيضا أخوانهم في اتحاد الجودو اليوم الذين قدموا لوحة 3 من أندية اليمن اليوم تفوز في الوصافة، نادي الهلال الذي توج اليوم بالميدالية الذهبية محمد خسروف وأيضا أخوانه بالميدالية الفضية نادي شمسان ونادي الشرارة من لحج، وهذا أيضا تتويج يعد اليوم أيضا إنجاز لليمن من خلال أيضا اليوم أن يحققوا المركز الثاني في البطولة العربية للجودو.
أشكرك جزيل الشكر معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري، كنت معنا من الرياض، وعودة إلى الدوحة عبر الإسكايب مع الأستاذ بشير سنان. أستاذ بشير، كما تعلم كنا قبل يعني شهرين تقريبا أو 3 أشهر في الكويت، وكان هناك بطولة خليجي 22، وللأسف الشديد كان منتخبنا الوطني أداء ليس بالمستوى المطلوب، وعاد المنتخب بلا يعني صفر اليدين، لا أهداف ولا نقاط وثلاث هزائم أو أربع. هل تعتقد الآن ستكون هذه درس من أجل تقديم أداء مشرف وتعويض ما خسرناه في بطولة الخليج للوصول إلى آسيا؟ أخي بشير، اسمح لي أن أعرق أولا على كلام الدكتور حميد شيباني، وأمسي عليه وأمسي على معالي الوزير نايف البكري. نعم، ربما لم يعرفوا أننا على الخط، فالتحية هي لله. نعم، مداخلتي مع الدكتور حميد الشيباني أو تعليق على التعقيب على ما قاله الدكتور حميد الشيباني، طبعا الدكتور حميد الشيباني حبيب وصديق وأخ، لكن أنا نحن أتكلم ما يزعل الدكتور حميد الشيباني، هو أولا لن يتكلم على منتخب النيبال وكأنه يتكلم على البرازيل أو على ألمانيا. نعم، يعني يا دكتور العلم أن العالم الآن أصبح قرية واحدة، يعني أصغر متابع ممكن يعرف مستوى النيبال ومستوى أي منتخب آخر. نعم، منتخب النيبالي الآن في 2018، اللي أنت ركز على 2018، وفي الترتيب في التصنيف المركز 166 تصنيف الفيفا. نعم، يعني لا يتبعه إلا بضع منتخبات. نعم، 166، ورغم التقدم والمراكز والتطور اللي قلت أنا ما أخفيك إنه في تطور رهيب في كرة شرق آسيا، لكن لازالت النيبال بعيدة كل البعد. إن شاء الله نحن بنتأهل، إذا كنت استبق الكلام عشان ما نقول المنتخب، لا إحنا بنفرح حتى لو تأهلنا من منتخب ترتيبه 200 أو تصنيفه 200، الفرحة بتكون فرحة للجميع، لكن أيضا لا يتم الاستهانة بالخاص، ما نستهين بالنيبال مهما كان. نعم، التطور رهيب في شرق آسيا لكرة القدم. نعم، بالنسبة لمشاركة منتخبنا في خليجي 23 في الكويت، كانت المشاركة نتاج طبيعي أو للظروف التي تمر بها بلادنا بشكل عام. يعني نعم، أنا بقول لك يعني اللاعب اليمني صح إنه موهوب بالفترة صحيح، لكن يعني تخيل ما فيش دوري كرة قدم، لا يوجد دوري كرة قدم في اليمن. نعم، متوقف منذ 3 سنوات تقريبا، بالتالي نتيجة النتائج المنتخب في خليجي 23 كانت نتائج طبيعية. لا نستطيع أن نلوم اللاعبين ولا حتى أن نلوم الاتحاد كرة القدم. نعم، هي الظروف حكمت علينا، حكمت على اللاعبين بالتوقف عن اللعب، وبالتالي كان هذا المستوى. حاليا أعتقد أن احتراف اللاعبين اليمنيين في 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 الدوري القطري، أعتقد بأنه سيكون تأثيره إيجابي وتأثير كبير وواضح على مستوى المنتخب في المباراة القادمة وفي الاستحقاقات الفنية القادمة إن شاء الله. نعم، طيب بشير، اسمح لي أعود للدكتور حميد شيباني. دكتور حميد، إذن ربما الأستاذ بشير سنان له وجهة نظر أخرى بأن النيبال ليس بذلك المنتخب القوي الذي ممكن يشكل خطورة أمام منتخبنا الوطني في المباراة القادمة، وهي بالنسبة لمنتخبنا الوطني هي مباراة سهلة جدا. تعليقك أنت. أخي العزيز، هو طبعا قد تكلم ووضح الفكرة العامة اللي أنا كنت أقصد في كلامي، أنه ما حد يستهين بفريق. نعم، لهذه كرة قدم ما باستهانة بأي فريق، ونحن قلنا أنه الفريق هذا لم يهزم، وإن شاء الله صحيح تعادلنا معهم نحن في النيبال، لكن كان لها ظروف خاصة هذه المباراة، وقلنا إن شاء الله نوعد الجماهير نحن بنفوز، لكن هذه كرة قدم. تمام؟ نعم، فأنا ما قلتش أنه النيبال هم يعني فريق عالمي. صحيح نحن عندما بدأنا التصفيات الفريقنا كان ترتيبه 178. نعم، وبفضل النتائج اللي حققها هذا الفريق نزل المنتخب، ومفروض لو كان عندنا مباراة ودية كنا بننزل أكثر من كده. نعم، وأنا أشكر الأخ بشير، لأنه بصراحة أنا أشوف من أول شيء أقول أنه كل واحد مهتم ويتابع المنتخب على رأسنا وينتقد ويقول اللي يشتيه يقبل منه، لأنه قريب نشعر نحن نعرف الناس اللي يتابعوا واللي يحبوا الكرة اليمنية بغض النظر عن الأفراد. نعم، والأخ بشير واحد من الناس الطيبين اللي يتابع المنتخب بالسلوى والبلوى. موضوع الكويت موضوع طويل، لأنه أنتم عارفين كانت بطولة استثنائية خلال 30 يوم ما كانش في لها أي ترتيب. نعم، ولا كان منتخبنا مستعد، كان منتخبنا في إجازة سلبية في صنعاء، وحرصا على إنجاح البطولة إحنا جبنا المنتخب ولعبناها كذا بس بأربعة تمارين. نعم، نعم، كل الناس عارفة اللي تتابع. طيب المنتخب دكتور حميد، بالنسبة الآن لكن أنا أقول لك إنه نعم، نحن نريد كما قال الوزير وكما يقوله كل الناس الأمانة الطيبة والواقع المر. نعم، نحن نريد أن تكون هذه التأهل إن شاء الله بداية، لأنه ماذا بعد التأهل؟ أمامنا 8 شهور بعدين ولا بنروح نضرب من 6.
زي ما رحنا كاس الخليج خرجنا خالي الوفاق، ممكن هنا في الامارات نروح ونخرج نشتري مباريات وديه، نشتري معسكرات، نشتري دعم. اللاعبين بلا عمل كلهم، لولا انه عندهم احترفوا ما كانش معاهم اي دخل. فنحن في ظروف صعبه، يجب توضحوا للناس، فعلينا ان نهتم. القطاع الخاص يجب ان يهتم، الحكومه يجب ان الحكومه تقدم حاجه للمنتخبات. مالكم الناشئين الان ما عمل معسكر من يوم تاهل. نعم، مع الوزير يقول خصصوا الان، خصصوا لكم الان 60 مليون. كم بيقدم فلوس؟ نعم. كم بيقدم فلوس؟ نعم دكتور حميد، معالي الوزير تحدث قبل قليل بانه الان يعني هو بالتاكيد يعني يتحدث عن الوضع المادي الصعب بالنسبه للوزاره، لكن خصصوا مبلغ 60 مليون. وانا كلمته اليوم قلت له البيروقراطيه عندك معاش عشاء، انت وقعت، لكن فين روح شوف فين الفلوس، فين الشيك؟ ما في سيوله في البنوك، انتم عارفين في عدن ما في سيوله، معك في حسابك الشخصي انت في البنك تسحب فلوس يقول لك تسحب كذا كذا، ما في سيوله. نعم طيب، اذا فنحن الان هو طبعا الناس يعني انا بقول لك الوزير ما هو يعني يتواصل معنا ويتصل معنا ويعمل وقا وحضر وكل شيء، ما نقول شيء، لكن نحن يجب ان مش ندعم وقت الفوز، نحن نقول ماذا بعد التاهل. طيب صحيح صحيح دكتور حميد، اليمن بيجلسوا باليمن 3-4 شهور وبعدين بنجيبهم قبل شهر، ما بيقعش ما بتركبش كذا. نعم. فنحن انتوا بالذات انتوا الاعلاميين والقنوات الفضائيه نشتيكم تتابعوا هذا المنتخب بعد التاهل وين بيروح. لكن ان شاء الله انا اقول لكم ان شاء الله معنويات اللاعبين مرتفعه جدا، وفرنا لهم كل شيء، وبغض النظر وفرنا ما وفرناش الشباب مصممين يقدموا يعني يقدموا هديه لهذا الشعب اليمني العظيم الصابر الصامد. نعم، وان شاء الله تكون هذه بدايه لانطلاقه كرويه في الناشئين وفي الفريق المنتخب الاول. و نعم نعدكم 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 بانه ستكون فرحه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. دكتور حميد ابقى معي اذا تكرمت، ايضا الاستاذ بشير، سنذهب الان لمتابعه بعض اراء، اخذنا استطلاع ميداني عن تعليق اليمنيين عن هذه المباراه ومدى احلام وامال اليمنيين بان يصل منتخبنا الى بطوله كاس اسيا لاول مره، نتابع هذه التصريحات ومن ثم نكمل النقاش. لقد اظهروا مهمتهم وقدموا اداء رائع، اتمنى لهم كل التوفيق برغم الدعم المعنوي والدعم المادي والظروف التي نمر فيها، ولكن من افضل المنتخبات التي تأهلت لنهائيات كأس آسيا، ونتمنى لكل إدارة المنتخب واللاعبين أن يقدموا بالنهائيات وأن يرفعوا رؤوسنا برغم الدعم المعنوي لهم، ونتمنى التوفيق إذن لمنتخب اليمني الفريق أول باستعداداته الآن وخوضه مباريات الحاسمة لنهائية كأس آسيا. رغم الظروف اللي يحل بها البلاد على الكرة اليمنية، لكن بعد الله عز وجل المنتخب اليمني يأهلنا لكأس آسيا الفريق الأول، رغم الصعوبات التي لم يتواجد فيها الفريق المنتخب بالرياضة بالملاعب التي تواجد فيها اليمن، الظروف التي تحل بها البلاد اضطر البعثة لكرة القدم بإخراجهم من الخارج. أتمنى من الاتحاد الكرة بدعم المنتخب لكي يفرح الشعب اليمني من ظروف الحرب، وإن شاء الله يتأهلوا للمنتخب إن شاء الله. نجاحاتهم المستمرة هذه لا تدل إلا على إعداد جاد وجيد وانطلاقة رائعة إن شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق في قادم البطولات إن شاء الله. لكن بسبب هذا الوضع إلى أن الرياضة التي تعمل لنا الحافز والنشاط ويعني تنسينا كثير من الهموم هذه الحرب. حياكم الله مشاهدينا الكرام، إذن ربما هي آراء الجميع يتفائل والجميع يعني يدعو ويساند منتخبنا الوطني إن شاء الله في هذه المباراة المهمة بالنسبة لتاريخ كرة القدم اليمنية. نرحب الآن بمدير المنتخب الأستاذ عبد السلام الغرباني، كابتن منتخب الوطني السابق وهو الان مدير المنتخب. مرحبا بك استاذ عبد السلام. اهلا وسهلا اخي العزيز. اهلا بك كابتن عبد السلام. في البدايه ان تضعنا باجواء الاستعداد التي تفصلكم 6 ايام تفصلنا على المباراه امام النيبال، كيف هي استعداد منتخبنا الوطني؟ هل هناك تحسن وتغير ملحوظ عن مستوى منتخبنا في الايام الماضيه؟
طبعا بداية نشكر الإعلام الرياضي اليمني بشكل عام على تفاعله وخاصة في الفترة الأخيرة هذه. ثانيا طبعا الاستعداد يجري على قدم وساق، وإضافة إلى أنه بعد بطولة خليجي 23 تم الإقرار بأن يقام معسكر إعدادي وعدم العودة لليمن، والحمد لله الآن لنا أكثر من شهرين ونصف معسكرين هنا في قطر. أيضا إلى جانب أنه القرار أفادنا كثير، قرار احتراف لاعبينا في الدوري القطري، وهذا يعني نشكر الاتحاد القطري على تفاعله مع الاتحاد اليمني في هذا الموضوع. هذا الجانب أعطى يعني نوع من الحماس والرغبة لدى كل اللاعبين الاحتراف لتمثيل اليمن خير تمثيل، وهذا بحد ذاته يعطي دافع قوي إلى جانب ما يقوم به اللاعبين المتبقين الذين لم يحترفوا إلى تقديم مستويات عالية، وهذا ما لاحظناه من خلال الحماس والرغبة والروح المعنوية الزايدة الذي خلال المعسكر. طيب. كنا نتمنى أن نحصل على مباراة البيع، إلا أنه لم نتوفق في ذلك بسبب احتراف أغلب اللاعبين. نعم. إلا أن المعسكر يسير بصورة طبيعية ولله الحمد. طيب كابتن عبد السلام، نتكلم بصورة ربما يعني أكثر شفافية ووضوح. الآن اللاعبين، ويعني هل هناك من تخوفات في المباراة الأخيرة؟ أكيد لا يوجد هناك أي تخوفات ولله الحمد. ثقتنا كبيرة بلاعبينا، لديهم الحماس، لديهم الرغبة بتمثيل الوطن خير تمثيل. المباراة للأسف الشديد هناك من يقلل أو يسهل من قيمتها. نحن لا نريد أن نعطي اللاعبين أي روح بأن المنتخب النيبالي منتخب ضعيف. فالمنتخب النيبالي أيضا معسكر في الإمارات ولعب مباراة مع اليابان، وهو منتخب متطور، إلا أنه لا يعني بذلك أننا أيضا نقلل من إمكانيات لاعبينا. فثقتنا كبيرة بلاعبينا، وإن شاء الله نعتقد أن سلاحنا هو اللاعبين، وبحماسهم بروحهم العالية أكيد سيكون لهم دور شأن في هذه المباراة، ويكون لهم دور كبير بإذن الله في إسعاد الجماهير اليمنية سواء داخل الوطن الحبيب أو في الخارج. فالمنتخب يمثل الجميع، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله في المباراة. نعم. طيب كابتن عبد السلام، إذن ابقى معي وأعود للأستاذ بشير، وأتمنى أيضا للدكتور حميد أن يبقى معي ويصبر معنا، لأنه يعني في هذه الحلقة حتى نتمكن من يعني الوقوف على أكثر النقاط. أستاذ بشير سنان، الآن كان هناك حملة مؤازرة أعلن عنها العديد من الشباب في مؤازرة منتخبنا الوطني، وأنت أيضا على رأسهم، مقدار تجاوب اليمنيين مع هذه الحملة، وما هي النتائج التي يعني قد حققتموها وتسعون في تحقيقها في أقصد المؤازرة للمنتخب الوطني في المباراة المهمة هذه؟ في الحقيقة المنتخب الوطني هاجس لكل إعلامي يمني، لكل شخص يمني، لكل ضابط، لكل عسكري، لكل جندي، لكل من يمثل اسم اليمن. نعم. الحملة انطلقت من عبر العديد من الزملاء، وبإذن الله بس تتواصل دعما لمنتخبنا. سننسى كل شيء، سنتحد، سنقف مع منتخب يمثل 25 مليون يمني. لكن يجب التركيز على الكلام الذي قاله، الذي تحدث به الدكتور حميد شيباني، كلام مهم جدا جدا. ماذا بعد التأهل إن شاء الله إذا تم التأهل؟ أيضا كلام البيروقراطية التي تميز العاملين في وزارة الشباب والرياضة في عدن. لدينا وزير شباب والرياضة أكثر من رائع، الأستاذ علي الأستاذ نايف البكري، حبيب متابع متواصل، يعني ما لا يترك أي صغيرة أو كبيرة تخص الرياضة لا يتابعها. لكن للأسف القائمين على تحت معالي الوزير في العاصمة المؤقتة عدن، للأسف الدكتور حميد تكلم قبل قليل بأنه ما تركوا اتحاد كرة القدم ترك لوحده. أنا كنت من الناس اللي هاجموا الاتحاد، لكن الأمانة بعد الاطلاع عن قرب شاهدت إنه الاتحاد يعني قائم على جهود ذاتية للشيخ أحمد صالح العيسي. بالتالي يجب أن يقف الإعلام الرياضي وتسليط المتابعات الإعلامية على أهمية إعداد المنتخب في المرحلة بعد القادمة إعداد جيد. عدم التوقف أو الانقطاع، عدم العودة إلى مرحلة اللا فراغ، لأنك في تصفية آسيا ستواجه كبار، لأنك في نهاية آسيا ستواجه كبار القوم. صحيح. يعني ما بتكون مباراة على المستوى بسيط، بالتالي لابد من إعداد التجهيز. أدعو زملاء الإعلاميين جميعا لدعم المنتخب والمواصلة الدعم
وعمل كل ما هو متاح من أجل إن شاء الله تكون الفرحة يمنية كبيرة، نفرح جميعا بتأهل تاريخي إن شاء الله تعود الملاح في ظل هذه الأوضاع التي تمر بها بلادنا بإذن الله. بإذن الله. إذن بشير يبقى معي يعود للدكتور حميد شيباني أمين عام الاتحاد. دكتور حميد، لا شك نحن نقدر الظروف الصعبة التي يمر بها منتخبنا الوطني، ويعني عدم يعني وجود دوري، عدم وجود اهتمام من قبل الحكومة والوزارة والدعم المادي الشحيح والبسيط جدا، لكن البعض يقول هذا ليس بالمبرر الكافي أو الشماعة التي دائما الاتحاد اليمني لكرة القدم عندما يعني في أي خسارة يعلق هذه كل الأخطاء وكل الفشل بهذه الشماعة ويتنصل من كل يعني المهام التي عليه. ما رأيك، كيف ترد على هذا الطرح؟ شوف يا أخي العزيز، والله نحن شوف مشكلتنا يمكن ما كناش بنتعامل بشبابية مع الإعلام، لكن نحن نوعد الآن أنه حتى برنامج إعادة تأهيل المنتخب للنهائيات سننشره في الصحافة وسنخليكم تطلعوا عليه وتشوفوا بعدين التقصير. نعم. الموضوع يا أخي، كرة القدم تحتاج فلوس. كرة القدم جيب لي دوري قوي بعطيك منتخب قوي. نحن نتكلم دائما رياضة عندنا في اليمن مناسباتية، كل شيء تمام يا فندم، ما فيش تخطيط، ما فيش يعني دعم. أنت تعرف كرة القدم عشان تعمل معسكر تلعب مباريات تستنزف مبالغ كبيرة، فنحن يعني مش نقدر شماعة، نحن نلعب رغم كل الظروف، نلعب ونحضر الحمد لله. يعني اليمن في معظم الناشئين والشباب توصل للنهائيات، يعني أنت عشان الآن توصل للنهائيات تروح لكأس العالم مش من فراغ. التزوير خلاص، عصر التزوير هذا حق 2003 انتهى. الآن في فحوصات في MRI، ما فيش رحمة بهذه المسائل. فنحن الحمد لله لم تعسكر علينا خلال 12 سنة مخالفة واحدة في الأعمار، نلعب في الفئات العمرية وفق الأعمار الصحيحة نتأهل، لكن بعد ما نتأهل زي ما حصل الآن للناشئين، ما فيش دعم، ما فيش اهتمام، ما فيش معسكرات، ما فيش مباراة ودية. احنا لو جبنا مدرب يشتري 30,000 شهريا دولار، من فين بنجيب له فلوس؟ نعم، من فين بنجيب له فلوس؟ دكتور حميد، في هذه الجزئية هل هناك نعم دكتور حميد، هناك مخصص من الاتحاد الاسيوي والفيفا بشكل عام؟ أيوة للمنتخب هذه المبالغ يعني كيف تصرفها؟ 250,000 دولار. نعم. 250,000 دولار يقدمها الاتحاد الاسيوي. الاتحاد الاسيوي يعطيك منها 104,000 دولار فقط للمنتخبات. نعم. يشتي منك كره نسويه ما تعمل نشاط يجمده، يشتي منك رواتب، يشتي منك دوري محلي، يشتي منك براعم ابطال، يشتي منك يعني رياضه مدرسيه. فأنت ما تفكرش إنه يعطيك الفلوس ويقول لك اصرفها للمنتخب، لا 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 توجد أي مراعاة لظرف اليمنيين بسبب الحرب والأزمة. لا توجد أي مراعاة من قبل الاتحاد بالنسبة لليمنيين. أنا ما عليك، خرجنا استثناء السنتين هذه إنه يعطي لنا المبلغ للقدم بس، لكرة نعم. القدم للمنتخبات. نعم. علشان رحنا نلعب لطاجستان 100,000 دولار مباراة واحدة، 52,000 دولار تذاكر، 30,000 بدل سفر. تعال شوف الآن طاجستان حيجوا يلعبوا في قطر، من حيدفع لهم الفندق؟ من حيدفع الحكام المراقبين الباص؟ هذه كلها فلوس حبيبي، صرفيات. نعم. ما حدش يلعب ببلاش، كرة قدم تستنزف فلوس. نعم. أنا الآن كلموني بعض من القارية عشان يشتوا مننا باص، يشتوا مننا لافتات، هذه كلها فلوس. طيب السفارة القنصلية ما فيش تعاون الآن من أجل حشد الجماهير في الدوحة لمؤازرة المنتخب؟ أنا بلا رواتب، القنصلية مغلقة، سفارة مغلقة، ما فيش علاقات، أنت عارف. نعم نعم. طيب دكتور حميد، نحن برضه هذا مش مبرر. نحن الآن أقول لك نحن نعم. معلومياتنا عالية جدا، جاهزين إن شاء الله بنفوز، كما قال لك عبد السلام القرباني، كما أكد لك بشير، من اللاعبين معلوماتهم عالية، وإحنا إن شاء الله بنفوز. لكن ماذا بعد الفوز؟ هذا السؤال، ماذا بعد الفوز؟ ربما أنتم الآن في الاتحاد هل لديكم خطة دكتور حميد على الأقل للتواصل مع رجال المال والأعمال مع الاتحاد مع يعني المنتخبات عفوا مع الدول في الاتحاد الآسيوي إذا كان هناك دعم مخصص للرياضة؟ أنا أعطيك الخطة مطبوعة جاهزة، مكتوبة مطبوعة لك بمن فيها المباريات الودية والمعسكرات الخارجية وكل شيء، متطلبات المشاركة. أقصد خطة يا دكتور حميد، أقصد خطة يعني تتحركوا أنتم، يعني تحملون هذه المهمة على كاهلكم في الاتحاد. كما تعلم يعني أنت تحدثت كثير في جانب أنه ما فيش دعم والبلد في أزمة، ما فيش فلوس. عشان برضو بيقول لك حميد ما ردش على الفيفا. نعم. الفيفا هو اللي يقدم دعم كبير، ولكن الفيفا موقف الدعم علينا لأنه ما فيش دوري. ونحن الفرق بين الاتحاد الرسمي والفيفا أنه الفيفا عندما معطيك مثلا بالسنة هذه $1,000,000 وما استعملتهاش تبقى لك $1,000,000. نعم. ما تروحش المليون. لكن الاتحاد الاسيوي لو ما استخدمت 250,000 في نفس العام انتهت.
نعم فهمت الفرق، ولهذا احنا مش خايفين، فلوسنا موجوده بالفيفا الان اكثر من 3 سنوات. طيب يعني ما تقدر يعني ما فيش اي وسيله لاخراجها لتكون مخصصه لكره القدم فقط حتى تستغلوها واستعداد المنتخب؟ اشتو دوري واشتو اجتماع جمعيه عموميه سنويه تقرر التقرير المالي. من فين انا اجيب لك الان دوري يعمل لي ناس مش راضيين يطلعوا صنعاء واصحاب صنعاء مش راضيين ينزلوا عدن؟ كيف اعمل دوري انا؟ نعم طيب انا الان محافظ على شعره الوحده اليمنيه من خلال المنتخبات يمن، تشتينا بعدين رجع اعمل كل محافظه لدوري؟ نعم طيب دكتور حميد شكرا لك ويعني لصراحتك وشفافيتك، واحنا يعني نساندكم ونقف معكم في الاتحاد ومع المنتخب، وان شاء الله باذن الله سينتصر منتخبنا وستصل الى اسيا، وايضا سنرافقكم فيما بعد التاهل ان شاء الله من اجل يعني دعم المنتخب في البطوله التي ستقام عام 2019 في الامارات. شكرا جزيلا لك مدير عفوا امين عام المنتخب الوطني لكرة القدم الاتحاد الوطني لكرة القدم الدكتور حميد شيباني، كنت معنا من الدوحة. مشاهدينا الكرام الآن قبل أن أعود للكابتن عبد السلام الغرباني والأستاذ بشير سنان، سنذهب الآن نستعرض يعني لقطات لبعض الأهداف لمنتخبنا الوطني في هذه البطولة، ومن ثم نكمل الحديث. جانير مونوس لاعب شيريزا نيجرس الفلبيني، جول ممكن أول جول المنتخب اليمني. هنا لمسه رائعه جدا على الصاصي، خذها باليسار، مر تقدم لعبها لاحمد عبد الله، وبالتالي كره بتمر للهدف الاول لمنتخب اليمن. الاحمر اليماني اذا يسجل هدف التعادل، هذا على الصاصي، لمسه رائعه جدا لمصلحه منتخب اليمن، وبالتالي عوده جميله جدا قبل نهايه الشوط الاول، كره بتمر وتصطد في خط دفاع منتخب طاجيكستان، وعوده جميله جدا لمنتخب اليمن بانتصار باذن الله في هذا اللقاء، وان يكسب 3 نقاط في هذه المباراه. احمد عبد الله حياكم الله مشاهدينا الكرام، اذا تابعنا اذا هذه المشاهد من اهداف منتخبنا الوطني في بطوله اسيا في التصفيات المؤهله لكاس اسيا 2019. اعود الى الدوحه مع مدير منتخبنا الوطني الكابتن عبد السلام الغرباني. كابتن عبد السلام، اذا ربما الان في اللمسات الاخيره التي انتم الان عاكفون عليها، فيما تركزون فيها في هذه الايام التي تفصلكم عن المباراه النهائيه؟ طبعا نحن الان بدا تواصلنا مع اللاعبين المحترفين وانديتهم عبر رسائل الاتحاد اليمني، وانضم يوم امس اغلب اللاعبين المحترفين هنا في الدوري القطري، وان شاء الله سيصل بقيه اللاعبين المحترفين في عمان، واللاعب عبد العزيز معي من الاردن يوم غدا ان شاء الله. نركز على ان يتم تجميع اللاعبين ويعني التدريبات الجماعيه التي يستفيد منها، والخطط التكتيكية التي يستفيد منها الجهاز الفني. وفعلا كلما قربت المباراة والتقى اللاعبون المحترفون بالذات وقت أكبر لعدد أيام تدريب، سيكون هناك إن شاء الله فائدة من ناحية الانسجام والتكتيكات المعينة التي سينتهجها الجهاز الفني والخطط التدريبية. نعم. وهذا ما نطمح إليه إن شاء الله. ألا تعتقد أنكم تأخرتم كابتن عبد السلام؟ ألا تعتقد بأنكم تأخرتم في تجميع اللاعبين؟ يعني 5 أيام ربما ليست كافية من أجل الانسجام، من أجل يعني استعداد المنتخب والتناغم فيما بين اللاعبين. وأن أنت تعرف أن هناك شروط لتجميع اللاعبين المحترفين على مستوى العالم، وهناك في أيام خاصة بالفيفا، فصعب جدا أن تجمعهم لأن هناك في شروط ولائحة لانضمام اللاعبين المحترفين. فاللائحة طبعا تقول يمكن قبل 3 أيام، لكن الآن نحن الحمد لله لدينا فترة طويلة، خاصة وأن أغلب نعم لصالحنا بإذن الله، نتمنى أن نستفيد منها للمباراة القادمة بإذن الله.
كلمة أخيرة فقط للجمهور اليمني في مساندة المنتخب. طبعا نحاول نشكر الإعلام الرياضي الذي تعاون وبدأ في الحملات المهمة. رسالتنا لجمهورنا الحبيب في الداخل والخارج أن نقف مع منتخبنا ولكي يقوم هؤلاء اللاعبين وهذا المنتخب بإسعاد كل اليمنيين ورسم شفاه البسمة على جماهير الشعب اليمني عامة إن شاء الله في الداخل والخارج، ونتمنى أن يعود الفرح لليمن بإذن الله. بإذن الله. شكرا لك مدير منتخبنا الوطني الكابتن عبد السلام الغرباني، كنت معنا من الدوحة. وعودة أخيرة إلى الأستاذ بشير سنان. أستاذ بشير، أيضا الكلمة الأخيرة الآن من جانب كإعلام رياضي، واجب على الجميع أن يساند المنتخب في هذه المباراة المهمة بالنسبة لليمن. أحب أولا نتطرق إلى موضوع يشغل الكثير من الجماهير الرياضية اليمنية. نعم. حول احتماليات المباراة. المباراة لها احتمالات 9، لا عشر لها، لا عشر لهما. نعم. إما الفوز منتخبنا بأي نتيجة فالمنتخبنا يتأهل مباشرة. نعم. بغض النظر عن نتائج بقية المواجهات. نعم. أو تعادل منتخبنا الوطني مقابل عدم فوز طاجيكستان. نعم. يعني أي نتيجة طاجيكستان تتعادل أو تخسر منتخبنا يتأهل حتى وإن تعادلنا. نعم. الشيء الأخير أيضا في حال الهزيمة لا قدر الله، والهزيمة مستحيلة بالنسبة لمنتخبنا، النتيجة الوحيدة اللي ممكن تأهل اليمن فوز الفلبين. إذا فازت الفلبين وخسر منتخبنا ممكن نتأهل بفارق المواجهات المباشرة، بالتالي صارت. نعم. رقميا احتمالية التأهل 88% للمنتخب الفلبين، 67% لمنتخبنا الوطني، 44% لمنتخب طاجيكستان، 0% للمنتخب النيبالي. نعم. ندعو جميع الإعلاميين، جميع المهتمين، القنوات الفضائية أن يبادروا كما بادرت قناة بلقيس وزميلنا الرائع بشير الحارثي لعمل مثل هذه النقاشات وجعلها مناسبة احتفالية يحتفل فيها الجميع من باكرا. يعني نبدأ بالتجهيز، بالإعداد، بالنقاشات، تشجيع اللاعبين، تحميزهم، نترك كل الخلافات، نترك كل ما يمكن أن يؤثر على مسيرة المنتخب في المباراة الأهم في تاريخ الرياضة اليمنية. نعم. والتركيز على الفرحة في إن شاء الله بالتأهل بإذن الله. نحن جميعا أخي بشير ونحن في الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي مساند المنتخب الوطني، وسنعمل على منح اللاعبين إن شاء الله الحافز الكبير عبر استضافة شخصيات فنية وسياسية ورياضية كبيرة لدعم المنتخب إن شاء الله بإذن الله. ليس بالغريب عليكم أستاذ بشير، شكرا لك. إن شاء الله جميعا صوتنا واحد وفي مؤازرة المنتخب بإذن الله، وصوتنا سيتوحد اليمنيين بشكل عام في دعم ومساندة المنتخب. شكرا لك رئيس تحرير موقع الرياضي نت الأستاذ بشير سنان، كنت معنا عبر السكايب من الدوحة. مشاهدينا الكرام، لم يبقى إلا أن نستطلع ونقرأ بعض تعليقاتكم حول المباراة النهائية مع النيبال للمؤهلة كأس آسيا. نقرأ من أصدقاء البرنامج، صديق البرنامج الأخ أمجد الفقي يعلق بالقول: نعلق آمال كبيرة لمنتخبنا الوطني على التصفية النهائية رغم إهمال الجهات الحكومية تجاه الرياضة. أمجد الفقي. رأي آخر، الأخ أنس يعلق بالقول: أغلب اللاعبين في المنتخب اليمني محترفين وسيكونوا جاهزين للمباراة، وأهم شيء يلعبوا بقلب ويحسوا أن الشعب ينتظر أن يفرح. أنس. رأي أيضا من الأخ ضبحان زعلان، اسم يعني فكاهي: نتمنى له كل التوفيق رغم المعوقات التي تواجه، لكن يوجد مبدعين في هذا الفريق الرائد. رأي أخير من صديق البرنامج الأخ، أو ربما تكرر هذا التعليق. إذن نكون قد وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من بين قوسين. شكرا لضيوفي الذين شرفونا بهذه الحلقة، معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري. الشكر أيضا لأمين عام الاتحاد اليمني لكرة القدم الدكتور حميد شيباني. الشكر أيضا لرئيس تحرير موقع الرياضي نت الأستاذ بشير سنان. والشكر أيضا لمدير منتخبنا الوطني الكابتن عبد السلام الغرباني. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج الزميل ودي عطا والزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقة جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.